احد نجوم مصر، تونس عفوا، منتخب تونس ونادي الزمالك السابقين طبعا عبر زوم، النجم الكبير يامن بن ذكري. ازيك يا يامن؟ ازيك يا كابتن طارق حبيبي؟ رمضان كريم عليك وعلى كيفك اسرتك الكريمه وعلى كيفك الشعب المصري. حبيبي ربنا يخليك، كل سنة وانت طيب وصايم ولا زي كل سنة؟ لا بنصوم الحمد لله الحمد لله. دايما كده يا حبيبي. ان شاء الله برحب بيك يا يامن. صحيح، على طبعا على قناة الزمالك بيتك طبعا، واحنا الحقيقة يعني شرفنا بيك في نادي الزمالك، وعملت موسم جيد او موسمين جيدين جدا في نادي الزمالك. طبعا بالتأكيد لك رأيي في الكرة المصرية وفي نادي الزمالك الفترة الأخيرة. والله شوف، نادي الزمالك بيمر بفترة يعني بتاع تغيير، الكل عارف بعد قدوم المدرب الجديد، يعني في شوية وقت محتاجين انه ان شاء الله ياخذ شوية فترة المدرب انه يعرف اللعيبة اللي حيعاون عليها الموسم الجاي، لانه حسب ما فهمت وحسب ما عرفت انه المدرب جاي عشان يعمل عملية تغيير ويعمل عملية تشبيب الفريق ويكون فريق للموسم الجاي، وبالتالي لازم علينا ان نصبر على هذا الفريق. يعني نعرف انه المباريات الاخيره ما كانتش في المستوى المطلوب فنيا، اللعيبه نقدر نقول محبطه من المنتخبات بتاعتها، يعني نتكلم على لعيبه منتخب مصر، اكيد كل الناس زعلانه على عدم التأهل لمونديال قطر 2022، وبالتالي مش عاوز الجماهير تقسو شوية على النادي، لازم وجب الوقوف إلى جانب النادي. الحمد لله على الأقل في شوية حاجات كويسة من الناحية، يمكن كرة الطائرة، كرة اليد، يعني على الأقل نادي الزمالك يعني ماشي في طريق سليم. إن شاء الله في انتظار طبعا فريق كرة القدم إن شاء الله. وانت واضح ان انت متابع جيد لنادي الزمالك يا يامن. طبعا بنبارك لك على وصول منتخب تونس الى كأس العالم ووقوعه في المجموعة الرابعة، او في مع كل من فرنسا والدنمارك وتونس، وهناك ملحق رقم واحد الفائز من اسيا وامريكا الجنوبية. شايف مواجهات تونس في كأس العالم، شايفها ازاي في ظل هذه المجموعة؟ أول حاجة يعني بقول مبروك المنتخب تونس، وبارك لنفسي وبارك للشعب التونسي، لأنه مشاركة سادسة في التاريخ، مشاركة نحتاج فيها الوصول للمرة الأولى إن شاء الله أن نتأهل من دوري المجموعات. كل الناس شغالة على هذا الموضوع، مباراة ممكن كانت الناس تقول أنه منتخب مالي منتخب ضعيف مش عارف إيه ومواجهة ما هي صعبة، لا بالعكس، يعني مواجهة كانت كبيرة، وشفنا حتى مباراة الإياب كانت صعبة على المنتخب التونسي، الحمد لله الأهم من ذلك هو النتيجة، لأنه على المستوى طبعا الفني ما كناش نفس الشيء بالمستوى المأمول وكل وتطلعات الجماهير، ولكن الحمد لله أنه ترشح جاء وعندنا الكفاية من الوقت، يعني 8 أشهر أن نجهز فيها الفريق ونشتغلوا على هذا الموضوع. بالنسبة للقرعة، القرعة ما يخفيكش يا كابتن انه ما فيش، يعني هذه كاس عالم ما فيش قرعة سهلة وقرعة صعيبة، الحمد لله. يعني انت اليوم جيت مع منتخبات عديدة، يعني تكلموا على منتخب فرنسا اللي هو يعني بطل كاس العالم 2018 في روسيا، منتخب الدنمارك يعني نتصور نذكر نصف النهائي امم في اوروبا، يعني ممكن مش عارف منتخب الفائز منتخب استراليا او منتخب الامارات وحيلاعب منتخب البيروف، يعني منتخبات يعني عندها شأن ممول، وفي نفس الوقت المنتخب التونسي عنده حظوظه لو يجهز يعني نفسه كويس بحول الله ان شاء الله نتخطى لاول مره دوري المجموعات في كاس العالم. طيب يامن، كنت عايز اسالك سؤال برضو عن حظوظ الدول الافريقيه او العربيه في الوصول للدور الثاني. انت شايف فرصة من خلال المجموعات؟ يعني اقول لك مثلا مجموعة السعودية عندها الارجنتين، المكسيك، بولندا، السعودية.
فرص السعوديه هل متواجده بشكل في الصعود للدور الثاني؟ عندك التونس طبعا، فرنسا، الدنمارك، ثم هناك فرقه اخرى من الملحق، ثم بعد كده عندك المغرب، بلجيكا، كرواتيا، المغرب، كندا. شايف الحظوظ المنتخبات العربية في الوصول للدور الثاني هل كبيرة ولا معدومة أو منعدمة يعني، أو في فرص يعني؟ لا والله مش عاوز اكون محبط بالنسبه للدول العربيه، يعني منتخب تونس، منتخب المغرب، ومنتخب السعوديه، كل فريق لو يشتغل على نفسه ويجهز نفسه كويس يعني عنده القدره وعنده الامكانيات انه يتخطى دوري المجموعات بشريطه انه طبعا ياخذ كل مباراه ومباراتها. منتخب تونس هيلعب منتخب الدنمارك اول مباراه، يعني المباراه الثانيه راح تكون ضد الفائز من الملحق. يعني هي عمليه تدريبيه مثل ما قلت لك يعني كابتن، ان شاء الله كل واحد يكون جاهز في الوقت يعني 22 ان شاء الله، في 22 نوفمبر تكون يعني منتخب تونس يكون جاهز ويكون على تم الاستعداد. بالنسبه للمنتخب السعودي عنده حظوظه في نفس الوقت، يعني صحيح هذا يلعب مجموعة جامدة على فكرة، مجموعة قوية، عنده الأرجنتين، المكسيك، بولندا، ثلاث منتخبات من العيار الثقيل منتخب السعودية. صح، بس لا ننسى انه المنتخب السعودي صار عنده شأن، لانه ما يخفيش الدوري السعودي صار من اقوى الدوريات العربيه، وبالتالي كسب المنتخب السعودي الرهان في 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 انه يزود في عدد الاجانب، صارت فيه يعني منافسه كبيره بين اللعيبه السعوديين، وبالتالي صار عنده منتخب ممتاز. الكل نعرف ايرفينو رينار يعني يعرف يجهز الفريق كويس، فاحنا نتمنى ان شاء الله الحظ الاوفر والحظ السعيد ان شاء الله للمنتخب السعودي. مثل ما قلت لك شريط انه يكون في الـ في الـ في اليوم اللي هو محتاج فيه يكون جاهز ان شاء الله. انت اتفرجت على ماتش مصر والسنغال الاخير في تصفيات كاس العالم يا يمن؟ اكيد. والله كنت في الملعب بشجع منتخب تونس، بس يعني تابعت تقريبا شوط ونص او تقريبا 85 دقيقه يعني. جميل. لا 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 طيب. يعني وبعدين اتفرجت على ضربة الجزاء لما روحت للبيت. كنا طبعا نتاسف على طبعا عدم ترشح منتخب مصر، كان يعني قاب قوسين او ادنى انه يترشح، ولكن هذه ضربات جزاء لعينه مثل العاده. ما نحبش ندخل في تفاصيل المباراه لانه اكيد عندك انت وعند كل واحد عربي الكثير من الكلام والكثير من الجدل. تقريبا يعني كل الناس زالت على عدم ترشح منتخب مصر. ان شاء الله طبعا الاخطاء هذه الاخيره اللي صارت وتكررت يعني ان شاء الله ما يوقعش فيها منتخب مصر في الترشح ان شاء الله في عنده لامريكا 2026 ان شاء الله. الاستفزازات والتصرفات الغريبه اللي حصلت من الجماهير السنغاليه في ارض الملعب، ليزر وطوب وتكسير بعض الاتوبيسات الجماهير اللي كانت حاضره المصريه. خلينا كابتن من ليزر. الليزر متعودين عليه اللعيبه كله، ولكن الاستفزازات اللي صارت قبل المباراه واثناء المباراه هذه يعني ايه رايك فيها؟ غريبه من جماهير المنتخب السنغال اللي ما كانوش متعودين انه يتعاملوا بالطريقه دي مع المنتخبات الافريقيه. هذه حاجه جديده لازم احنا ننظروا لها بعين اخرى، يعني لازم نحضروا لها انفسنا. يعني المنتخبات ما عاد فيه ولا منتخب قليل، الكل عنده شان. مثل ما قلت لك تاسفنا للي صار، تاسفنا يعني نتاسف وقاعد نشوف يعني ونتابع صراحه يعني حاجه تؤلم، لانه ما تقدرش ترجع الى الوراء، ولكن قدر الله ما شاء فعل. عنده منتخب مصري نتصور انه اليوم صحيح انه منتخب الدوري المصري قوي كذا كذا، ولكن نتصور انه الخبره هذه يعني محتاج انه لعيبه كثيره تكون تلعب خارج مصر، يعني يكونوا محترفين اكثر ان شاء الله. رايك في مستوى التحكيم الافريقي؟ وانتوا كتوانسه الحقيقه تعرضتوا لظلم كبير جدا في مباراه مالي في كاس الامم الافريقيه اللي اقيمت في الكاميرون اخيرا، وكان في مهزله تحكيميه في الملعب. شايف التحكيم الافريقي مستواه عامل ازاي الفتره دي؟
والله شوف، المستوى الافريقي مع الاسف انه حتى لو تكلمنا اليوم على الحكم المغربي اللي ادار فريق اللي ادار مباراه السنغال ومصر، يعني تحس انه في وقت ما تعب وجزائري، شويه جزائري مش مع مغربي. فريق صاحب الملعب. يعني نفس الشيء المنتخب الجزائري، شوف شنو صار معاه، يعني تقريبا في على ارضيه ميدانه على قدام الجماهير كلها. تونس صار معاه في كاس افريقيا، يعني تقريبا شوف هذا صار عندنا مشكل عويص كبير جدا في افريقيا، ونرجو من القائمين على الكره في افريقيا انه يلقاونا حل، لانه صحيح. يعني مش ممكن انه نكمل نواصله بالطريقه دي بصراحه. طبعا يعني ما في اخيرا بنشكرك شكرا جزيلا كابتن يامن بن ذكري، لاعب منتخب تونس الكبير ونادي الزمالك السابق، بنشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه، ونلتقي ان شاء الله على خير باذن الله مع بعض ان شاء الله يا كابتن يامن، شكرا جزيلا.